التوترات المتعلقة بهونغ كونغ عقدت العلاقة المتدهورة أصلاً بين الصين والإدارة الأمريكية، والتي تصاعدت على خلفية نشأة فيروس كورونا وملفات اقتصادية أخرى. واشنطن تزيد الضغوط على بكين بعد تصويت البرلمان الصيني على مشروع قانون الأمن القومي في هونغ كونغ المثير للجدل، وتعتبره الولايات المتحدة ودول غربية يقوض بشكل كبير استقلالية الإقليم، إجراءات لا تقبلها الصين وتعتبرها تدخلا في شؤونها الداخلية، بل ستلحق الضرر بالجانبين. وهددت الخارجية الصينية بردود مضادة، وذلك في أعقاب إعلان واشنطن أنها ستمنع دخول بعض طلاب الدراسات العليا الصينيين إلى الولايات المتحدة، وستبدأ بإلغاء الامتيازات الخاصة الممنوحة لهونغ كونغ فيما يتعلق بالرسوم التجارية وقطاعات أخرى. أي كلمات وخطوات من شأنها أن تضر بمصالح الصين ستقابل بهجمات مضادة من الجانب الصيني. لكن يبدو أن الإدارة الأمريكية مستمرة في تصعيدها تجاه بكين، حيث كشفت وكالة رويترز أن نوابا جمهوريين في مجلس الشيوخ يعتزمون تقديم تشريع جديد يحظر الاستثمار الأمريكي في شركات دفاع أجنبية لديها عقود كبيرة مع الجيش الصيني. وفيما لم يتضح ما إذا كان الديمقراطيون أو الجمهوريون الآخرون سيؤيدون التشريع الجديد، إلا أن المشاعر المعادية للصين تتزايد في مبنى الكونغرس، خاصة خلال الشهر الماضي. على سرحان العربية.